خبيرة عطور وصانعة محتوى، اليوم راح تحكي لنا أكثر على عالم العطور دانيا السقا. يسعد صباحك يا دانيا. أهلا، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا بك يا دانيا، أكيد منورتنا أنت اليوم في حلقتنا. ثانك يو. دانيا دائما يعني مهما الإنسان لبس وتكشخ وتأنق، إحنا كبنات حطينا ميك اب والشباب ضبطوا لحيتهم، ماكو شيء يكمل اللوك بشكل عام غير العطر. 100%. لأنه العطر اللي أنت تخليه راح يوصل قبلك للمكان اللي أنت. 100%. طيب اليوم شنو أهمية اختيار عطر مميز تحديداً؟ حلو، أوكي. هلأ أنت في البداية حكيتيها، أنت يعني أنت وأنت عم بتصيغ السؤال حكيتي شو أهمية العطر. العطر أول شيء هو اللي بيكمل لك اللوك، مثل الجوليري، مثل الأكسسوريز، إتس ماست، يعني هو اللي بيكمل لك اللوك تبعك. يعني هو شيء أساسي، شيء أساسي، مو شيء طبعاً كماليات. طبعاً. شغلة تانية هو اللي بيعطي عندك الفيرست إمبريشن، يعني الشخص أول ما يشوفك هو شم ريحتك قبل ما يبلش يحكي معك. أعطي انطباع أول عنك 100%. والشغلة الثانية العطر إذا كان مميز وإذا كان مناسب لإليك بيعطي ثقة بالنفس. يعني مثلاً هلا أنت كمذيعة أو يعني وهج أو مروة، أنتوا هلا متعطرات وريحتكم حلوة وفايحة بالاستديو، بالرغم من إنه المتابعين مو شايفينكم، سوري مو شامين ريحتكم، هم بس شايفينكم، بس لأن العطر بيكمل لك لوكك وبيعطي ثقة بالنفس، بخلي روحك هاي تكون هي اللي عم تنتقل. يعني ما بعرف كيف بدي احكي لك اياها، بس هذا الشيء يعني يمكن انت اكيد بتأيديني فيه، صح؟ هاي النقطه زانة، انا هسه انت بتحكين اني صفنت فعليا. طب ليه اتعطر؟ طب ما هم شميني نتعطر ونطلع الاستوديو، فانه ليش؟ بس هو الواحد يعني مثل ما العطر قبل النوم هم. قبل النوم اسمعي، حتى انا بشوف مذيعات يعني خلص هي متعطره وجاهزه وكل شيء، بس قبل الهواء بتمسك العطر بتتعطر. طب ليه؟ المتابع مو شم ريحتك، بس خلص روحك بتنتقل، يعني ثقتك بتكون غير على الكاميرا، لانه خلص تحسي انه لوكك اكتمل. زين دانيا، العطور لها علاقه بالشخصيه. اليوم نشوف انه الناس الهادئه تحب العطور الهادئه، صح، اللي جايه على الجاردينيا، ممكن ما تكون بيها التتش القوي اللي هو بالعود او هيك شيء. ودائما الناس اللي شخصيتها قويه وعندها كاريزما قويه وممكن قياديه تحب العطور الثقيله، لها علاقه بهذا طبعاً. الموضوع وهذا شيء اساسي اصلا، انه كيف نختار العطر المناسب لنا. يعني احنا من يجي نختار العطر المناسب لنا لازم ناخذ بعين الاعتبار العمر، ناخذ بعين الاعتبار الشخصيه، او اللي هي لنقول لانه هو العطر انت لما ترشيه هو اللي راح يعكس شخصيتك او راح يعكس ذوقك. ناخذ بعين الاعتبار الموسم، المكان اللي احنا رايحين له، يعني مثلا انت رايحه على الشغل او على الجامعه غير لما انت طالعه مشوار المساء او طالعه تتغدى المكان. طبعا اكيد. فكل شيء يعني زي ما بيقولوا كل شيء له مكانه، والعطر نفس الشيء. العطر نفس الشيء، بس تعرفين دانيا انا بالعطور امين دائما المزاج، يعني مثلا اليوم فعليا اكون جاي على بالي اشم او الريحه هاي مثلا الباودر المسك، اكو ايام لا يجي على بالي اريد العطر العود الثقيل اللي لما افوت مكان فعليا هو يفوت قبلي ب 100 متر. 100%. احس هم يعتمد كلش على المزاج. طبعا طبعا 100%، لان انت مثلا هلا انت بمود معين او بفايب معينه بتحسي عطرك هو اللي حيكمل لك الفايب اللي انت فيه. يعني مثلا انت طالعه من الحمام بتيجي بترشي عطر كثير باودري وريحته كثير هيك فريش وكلين، بتحسي خلص كمل لك الفايب تبعك، اخذتي المود اللي انت بدك اياه. انت لابسه وكاشحه ومرتبه وبدك تروحي هذا المكان، بس ترشي عطر ثقيل فعلا بكمل لك الفايب تبعك اللي انت بدك اياه. طيب هسه احنا بفصل الخريف، شنو العطور المناسبه اللي ممكن تتخلى؟ لان بدنا نشوف انه فصل الخريف دائما يا يجي على المطر بالنص. لو تبي انه شمس ما تعرفين شنو الشيء اللي ممكن انه الخيار الصح اللي ممكن تاخذيه. 100%. هلا فصل الخريف لانه جاي ان بتوين، فبتحس العطر لازم يكون قوي وناعم بنفس الوقت، وهذا الشيء موجود. يعني بتلاقي كثير في عطور قويه وناعمه بنفس الوقت، بحيث مثلا انه يكون فيها النوتات مثل الباتشولي، الوودز، المسك، بس تكون فيها بالبيس نوت، ما تكون بالهارت نوت، يعني ما تكون ريحتها صريحه خلال فتره فوحان العطر بين وبين. بالضبط. هلا هو طب دانيا قبل ما نكمل الحديث عن هذا الموضوع، خلينا نشرح للمشاهدين بس بشكل بسيط جدا شنو هو الاساس العطري، الهرم العطري. والهرم العطري، اوكي. هلا الهرم العطري هو بالضبط مثل المثلث، عشان هيك بسموه هرم. في عنا اللي هو توب نوت بنسميها، وهارت نوت، وبيس نوت. هلا بنبلش بالتوب نوت اللي هي الريحه اول ما ترش العطر، فترتها بتضلها ما بين 5 لـ10 دقائق ماكسيموم. هاي هي الفتره اللي بنكون نشم فيها المكونات الموجوده بالتوب نوت. بالغالب بتكون سيتريس او فلاورز، بس بالغالب يعني بتكون حمضيات. نعم. عشان هيك اول اي عطر اول ما ترشيه بتشمي فيه هاي لذعه الحمضيات. صح. اي عطر
بالهارت نود هي الفتره اطول فتره فواحان، يعني بتضلها بين ساعه ساعه ونص ساعتين حسب ثباتيه العطر حسب فواحانه. بكون فيها مكونات رئيسيه اللي هي بتطغى على يعني ريحه العطر كامل. بالعاده بتكون مثلا ممكن تكون فروتس، ممكن تكون زهور، ممكن تكون بالعطور القويه كثير ممكن تكون وودز، عنبر، باتشولي، فما لها علاقه حسب قوه العطر بنقدر نحكم عليه بالهارت نوت، لان هي اطول فتره بضل فيها العطر فواح. لنقول البيس نوت بس يبرد العطر خلص، بس يبرد تماما يعني ورا ساعه ونص ساعتين من يبرد العطر هاي هي الريحه اللي بنشمها. بالعاده بتكون فيها يعني المكونات تكون مثلا مثل الباتشولي والعود والعنبر، بيكون فيها المكونات بتحكي لك اورينتال اكثر او ما بعرف ايش شرقيه اكثر بالضبط، اللي هي بتعطي ثباتيه اكثر يعني بس يبرد العطر بضل ثباته اكثر. طيب دانا هسه مثلا اكو عطور انه تختلف من جسم لاخر، ممكن نفس العطر اخلي منه اني وتخلي من عنده وهج، ممكن يكون فواحانه اكثر عندي وقليل عندها، وممكن انه يكون يعلق. يعني قبل فتره انه رشينا نفس العطر اني وهج، هي بقى لليل وبقى ماسك على ايديها صح؟ انه اني لا بلش يروح وبلش يتغير 100%. شنو السبب؟ هلا هي بتختلف من طبيعه جسم للاخر، يعني مثلا لما ترش العطر، العطر حيتفاعل مع الجلد تبعك، فهي بتختلف كيف العطر يتفاعل على جسمك عن جسم وهج. هلا هذا اذا بدنا ندخل فيه فيه كثير تفاصيل، يعني ما راح نخلص حكي بدنا 100 حلقه. خلينا حلقه بس في يعني هيك هنت صغير، في مثلا طبيعه اجسام تكون دهنيه طبيعه الجسم، في طبيعه اجسام جافه. اوكي ممكن وهج طبيعه جسمك دهني فيثبت عليه العطور اكثر بكثير من الاجسام الجافه، الاجسام الجافه بتعاني من هذا الموضوع، ممكن انت طبيعه جسمك تكون شاف بشرتك تكون جافه اكثر فما بيثبت عليها العطر، فبدك تلجئي الى اشياء ثانيه عشان تثبت العطر اكثر مثل بودي كريم، هير ميست، هاي يعني بدك تزيدي عشان تثبت طيب العطر. دانيا خلينا نروح ننتقل للامثله اللي انت جابت لنا اياها. yes. نحكي شويه عن العطور الخريفيه. okay. اللي فعليا هي ممكن تكون يعني غيركم ممكن تكون هي اللي تمطي الشخصيه تكمل اللوك صح. يعني تخلينا احنا فعلا نحس انه لوكنا كامل من ناحيه الثقه بالنفس الشكل في هاي النواحي صح. طيب هلا انا جايبه بعض العطور معي، هي مش عطور جديده. انا بالعاده لما اختار عطوري ما بختار انه بس بهمني انه العطر يكون جديد، بهمني انه اختار العطر الفاميلي تبعته انا حبيتها ويكون ثباته حلو فواحانه حلو ومناسب للمكان اللي انا رايحيت له. فاخترت اربع عطور، هدول الاربع عطور هي عطور نوعا ما خريفيه بس كل واحد فاميلي مختلفه. كل واحد من تصنيف مختلف 100% تصنيف مختلف او نوع مختلف من صح. نعم. لان بتلاقي في ناس بتحب العطور السويت، في ناس بتحب العطور الفلوري او السبايسي، في ناس بتحب العطور الباودري، فهون انا حطيت لكم اكثر من خيار. مثلا نيجي نحكي عن اوريانا من برفيومز دي مارلي، هذا عطر سويت، هو هذا اجرد عطر نازل من برفيومز دي مارلي بس هو لازم تجربيه. انا احب الشيء بهذا البراند انه عندهم صوره في سكيفون فضل محتفظه بالعلبه. فعلا في علب عطور تحسيها انه يعني مثل مزهرية تحفة تخليها عندك تحتفظي فيها. ساعدك لا أنا بس أستعرضها على الكاميرا. أوكي هاي السوارفسكي اللي نتحدث عنها إنه بهذا البراند صح. فهذا العطر سويت، لكن بتلاقي إنه أغلب هاي العطور اللي نحكي عنها البيس نوت تبعها متشابه، فيها مسك، هدول العطور الثانية تحكي فيها باتشولي، فيهم امبر، فيهم وودز. الوودز كثير بيميز العطور الخريفيه، ريحه الوودز او الخشب، الخشب مثل ساندل وود، مثل السيدر وود. والله طيب هذا طيب كثير صراحه. لا دانا هذا موضوع، هذا لو اكو خاصيه الشم الامور تمام. عجبت هسه هذا لاي عائله؟ هذا باودري. باودري كثير بس دافي، دافيه صح. سبقتيني بالحديث فعلا دافيه صح. وبحس عطورهم كلها اتراكتيف، كثير اتراكتيف. يعني هذا اوكي عطر باودري، والعطور الباودري بيغلب عليها الطابع لنقول فريش وكلين فايب، بس هذا تحسيه دافي، بيعطيكي هذا الطابع الاتراكتيف شوي بالعطر. صح 100% دافي. طيب كلش باودري بس دافي صح؟ باودري بس دافي. اي طيب انت جايه على هذا ون اوف ماي فيفورت صراحه. انا نفس الشيء، ون اوف ماي فيفورت، كثير حلو للخريف. طيب لو نحكي هذا لاي عائلة؟ هذا لعائلة، هو فلوري لعائلة الورود البيضة بالذات، يعني فيه بميزه انه فيه ورود بيضة مثل التوبيروز، فيه يالانج يالانج، بالبيس نوت فيه ماسكو، فيه امبر، فيه باتشولي. فالهارت نوت والتوب نوت تبعته كلها فلوري، والبيس نوت باتشولي هذا ومسك يونيسكس طبعا. طبعا
بتعرفي على شغله اليونيسكس وتصنيف العطور النسائي والرجالي، انا احسها هاي عباره عن ماركتينج تول، انه يتصنف العطر الرجالي ونسائي هي ماركتينج تول عشان يعرفوا يبيعوا هذا منه اكثر للبنات، هذا يبيعوا منه اكثر للشباب، ولكل عطور بيقدر الشباب يحطوها والبنات يحطوها. يعني هسه مثلا هذا العطر انا دا احسه جاي للبنات صح اكثر. صح، هلا هذا الشيء بتحكموا فيه بالمكونات، يعملوا فيمينين اكثر او ماسكلين اكثر، بس كل العطور عادي تزبط. بس ممكن العطور مرات القويه اللي مثل دهن العود احسها انه مايله للرجالي والنسائي، بس نشوف انه لا انا احس بالعكس، هي بالنهايه اذواق. اذواق انا احب العطور الثقيله بالعكس. هي بالنهايه اذواق، وبالنهايه هي اداه تسويق. هي لما يتصنف العطر النسائي والرجالي هي اداه للتسويق اصلا من الاساس، من اساس العطور. اصل العطور ما كانت مصنفه العطور. طيب نحكي عن البربري. البربري هذا برضه كثير حلو للخريف، فلوري فيه شويه باودري، وودي اغلبهم بيعطي الطابع الوودي فيهم. حلو. طيب داني خلينا نحكي، انت اطلقتي لاين مال العطور الخاص بيك، اطلقتي ايدنتيتي هو هيرمس، يعني هو عطر للشعر. اول شيء انا دائما اقول انه للاشخاص اللي يروحون لتعطير الشعر معناها هم على مستوى عالي من الذوق اللي وصلوا لهذه المرحله 100%. فاحكي لي ليش اختاريتي عطور الشعر بالذات؟ عطور الشعر هو بصراحه انا اول ما بلشت على السوشيال ميديا بلشت على الانستغرام اعمل ريفيو على العطور، يعني شفت انه انت تسوين يعني كل عطر تستخدميه تحكين عنه، بحكي عنه بالضبط، احكي تجربتي الكامله عن العطر وعن مكوناته. بعدين الناس بالعاده بلفتهم الاشياء اللي حواليك، ممكن تحكي لك ايش هذا الكرسي اللي وراك من وين جايبيته، مش عارف شو لبستك من وين. انا كانوا يضلهم يسالوني عن شعري، شعري كيف تعمليه، كيف تهتمي فيه، فانتقلت قسمت المحتوى. حبيته قسمت المحتوى تبعي بين الشعر وبين العطور. فحبيت انه اول منتج اطلقه من مجموعتي يكون يربط على حساب كل العطور. اول منتج اطلقه يكون بين العطر وبين الشعر، الشيء اللي يربط بين المحتويين اللي انا بقدمهم للناس. حلو، فهاي كانت الفكره. فجت الفكره من صناعه المحتوى، من صناعه المحتوى، هاي اول شغله. والشغله الثانيه لان احنا نفتقر للعطور اللي تكون هيلثي للشعر. العطر هذا صراحه اللي بيميزه انه هو هيلثي للشعر، فيه فيتامينات، فيه بروتين الحرير اللي بيعطي لمعة للشعر. هسه حسيتي من خليت كانما حاطه سيروم. والشغله الثانيه ما بيزيت، يعني شوفي ملسم بس بس بنفس الوقت شعرك انه مو مزيت، يبقى الهيلثي لوك مالته، بضل الهيلثي لوك، ما بيزيت وما بنشف. فهذه الشيء اللي نفتقره بالعطور الشعر الثانيه، حاولت انه نشتغل بالفوميا العالي. طيب نحكي عنهم سريعا. اول شيء هذا الباودر. باودر كل واحد ذوق مختلف تماما، فعليا كل واحد انا حبيت هذا بنهايه الشرح راح اقول لكم انا ايش سويت الدانية. حلو، هذا اللي هو فلوري. هذا فلوري، هذا فلوري يومي فريش. بيون، زهره البيون هي يعني اكثر زهره انثويه، هي المين انجريدينت فيه. الثباتيه، ثباتيه اسالي واحد نجربه ثاني يوم. انا جربته ثاني يوم. وعندنا الامبر والباودر. هلا الباودر لكل يوم لكل وقت، بحس انه عادي الناس بتحب العطور الباودر ممكن تحطها كل وقت او بعد الحمام. الامبر هو للمساء للخريف، هلا وقته الامبر يعني هو عباره عن امبر وفانيلا. اني خلطت دول الاثنين مع بعض واستخدمتهم، طلعت الريحه خيال. خلينا نجرب يلا عن جد. تعال على هاي الجهه يلا. هاي الجهه بها عطر وهاي الجهه عطر، خليني اشوف هسه. طيب. الثباتيه هذا اعلان على الهواء مباشره. طيب داري اللي هناك اللي يجي بعينك يلا. هذا الاول اللي هو الامبر، والثاني هاي الخلطه لازم تنطيني حقها والله. لها فيها مالك وهج، هاي الخلطه تحياتنا لها جهاد. والله وهج انت عندك خبره كثير كثير تمام بهذا الموضوع. كلش احب العطور. اخلطيهم الاثنين وزعيلي هسه بالخريف بالذات. اصلا فحفي حريح الريحه كلش طيبه، لانه انا كلش احب تاتش الامبر مزوقه، بنفس الوقت مرات تحسين انه الباودر انتش هاي الخفيه يعني صح، تحسين نفسك كلش لايت صح. فهالخلطه خياليه. طيب اليوم شلون البنات يعطرون شعرهم؟ احنا نوقف مرات عند نقطه انه نعطر شعرنا وهو مبلول، ونعطر شعرنا وهو ناشف. هل نقدر نعطر شعرنا ثاني يوم بعد الشاور او لازم بعد الشاور؟ فنحكي عن الطريقه الصحيحه. اوكي، هلا بالعاده لما تعطري شعرك وهو فريش بعد الشاور دايركت وهو فريش مبلول؟ مو شرط، تقدر تعطريه وهو مبلول، تقدر تعطريه وهو ناشف، بس نحكي على الثباتيه. هلا تعطريه بعد الشاور، اول شيء ثباتيه العطر بضلها اكثر لان الشعر نظيف، ما فيه اي مش مختلط بروائح الجو، فبضلها ثباتيه العطر فيه اكثر. الشغله الثانيه، حلو العطر الشعر بعد السشوار لان ريحه السشوار مزعجه على الشعر، فشيء اساسي بعد السشوار. فاحلى شيء نعطر شعرنا وهو نظيف وهو ناشف.
يعني حلو. بعد الشاور نشفه نتعطر حلو نباتيه لثاني يوم نروح نكمل بس اخذ هذول وياي هذول هذول وصلت وصل عطرهم للمخرج فيقول المخرج العطر يجنن احنا نرجع نقعد بمكاننا يلا المخرج يريد عطر رجالي طيب حياتنا دانيا في اليوم ان شاء الله حلقه تكون فعلا عن العطور الرجاليه يعني ككن بنات وحتى على السوشيال ميديا دائما نحكي وننزل على العطور النسائيه وعن صح. الخلطات وغيرها صح. بس قليلا نشوف اشخاص يتحدثون عن العطور الرجاليه صح. تحديدا صح. طيب دانيا نصائح اخيره لكل من يتابعنا اليوم بما يخص الشيء اللي راح يضيفه العطر لللوك اللي احنا دائما نعتمده اوكي هلا برجع بعيد الشيء اللي بيضيفه العطر ثقه بالنفس بيعطي الفيرست امبريشن عنك اللي هو بيعطي بيعكس شخصيتك بيعكس شخصيتك فلازم تكوني عارفه كيف تختاري العطر المناسب للمكان المناسب اكيد دانيا نورتينا حبيبتي شكرا لك فعلا الكثير بحلقتنا كثير انبسطت معك من روائح ومن جو حلو اكيد حبيبتي. شكرا لك جزيلا اذا تشرفتينا ونورتينا واكيد لنا لقاءات اخرى إن شاء الله. وكل التوفيق على البراند الجديد وان شاء الله كل الموفقين شكرا لكم شكرا لك